وكان اختيار طبعا موافق من مستر كوبر ان هو اختار شيكابالا. شيكابالا برضو اداؤه حلو قوي بس محتاج يطور نفسه الكرات العاليه، ما فيش اشتراك خالص، لازم أن يطور نفسه الكرات العاليه، بس هو يستحق ان هو يشارك مع المنتخب بجوار عبد الله السعيد، ممكن يلعب ومع محمد صلاح برضو مع النجوم الكبيره هيقدر يقدم مستوى. اداؤه امبارح حلو، احرز هدف وكان قايد الفرقه ال 60 دقيقه اللي هو لعبهم، يستحق ان هو يشترك في كاس العالم لانه ينفع يبقى بديل لمحمد صلاح. بصراحه انا احلى ماتش شفته امبارح لشيكابالا، واتمنى يشارك في كاس العالم فعلا مع المنتخب ويبقى جنب محمد صلاح ونشوف ماتشات كويسه ان شاء الله في كاس العالم. يعني شيكابالا لاعب كبير وما فيش شك في مهاراته، مثلا هو امبارح عمل ماتش كبير وحلو، يعني شيكابالا جاي ومتقدم وان شاء الله يعني نشوفه في مستوى اعلى في كاس العالم الجاي ان شاء الله. اكيد يعني شيكابالا لاعب كويس وهو يستحق ان هو يلعب في كاس العالم واكيد يعني هيبقى له دور مؤثر مع المنتخب ان شاء الله مع محمد صلاح ومع اللعيبه الثانيه. مستواه كان كويس قوي امبارح يعني ومميز يعني في الماتش، هو فرق مع المنتخب مصر يعني جوكر يلعب في اي حته، الكلام ده كله تحت راسين الحربه تلعبه طرف يمين، الكلام ده كله هينفع المنتخب طبعا. والله رايي في شيكابالا امبارح، هو فعلا شيكابالا نجم كبير وخبرته بانت امبارح في الماتش على ادائه، يعني كان اداء حلو بسم الله ما شاء الله عليه يعني، ومن حقه فعلا يلعب في كاس العالم لانه يعني حل مكان محمد صلاح امبارح. شيكابالا امبارح يعني اول مره اشوف اداؤه في المنتخب، اول مره يعني تقريبا ده الجون الوحيد اللي جابه في المنتخب، اول جون رسمي ليه في المنتخب، فتقريبا هيقدر يعوضنا عن محمد صلاح. يعني محمد صلاح لو في حاجه معاه عندنا البديل بتاعه، عندنا شيكابالا يقدر يعوضنا في كاس العالم. شيكابالا كان كويس جدا امبارح في الماتش، وهو كمان كان بقاله كتير ما شاركش في المنتخب، هو كان كويس جدا امبارح واحرز هدف والهدف كان كويس. شيكابالا كان هو من زمان المفروض يتضم، بس مشكله شيكابالا ان هو مزاجي شويه، بس المباراه اللي عملها امبارح 10 على 10. لا هو كاس العالم لسه بدري، لسه فاضل لك 6 شهور، هو الاصلح هو اللي هيخش. شيكابالا من اللاعبين الممتازين الذين لا يمكن التفريط فيهم ابدا، بل لابد من الارتقاء بمستواه. عاوز اللي يمونه، عايز اللي يشغله، لا يقل في المستوى محمد صلاح. جاب جول خطير امبارح وكان ممكن نطلع فايزين لو حافظنا، بس انعدام الترابط والانسجام في وسط الملعب كان سبب النتيجه دي. اداء مش بطال شيكابالا بصراحه الفتره الاخيره من ساعه صلاح الرائد السعودي، هو بصراحه يعني بيحاول يثبت نفسه وبيحاول يقول لفريق الزمالك ان انا موجود، وبدليل ان هو لما جه المنتخب ولعب الماتش دوت خد باصرار وبعزيمه، والحمد لله فعلا ربنا كان المجهود بهدف. نتمنى ان يكون بديل ممتاز لمحمد صلاح، وخصوصا محمد صلاح ما اعتقدش ان ليه بديل في الفتره اللي احنا فيها دي.